أول ما قريت الخبر بتاع استقالة ليز تراس رئيسة الحكومة البريطانية بعد 45 يوم فقط، الحقيقة أول حاجة جت في بالي فيديو اتكلم فيه عمرو أديب عن إقالة ليز تراس لوزير الخزانة والمشاكل اللي حصل لها ومش عارف إيه. الحقيقة كان عمرو عايز يوصل رسالة للشعب المصري. خلينا نفتكر كده الموضوع مع بعض وبعدين نرجع نعلق على استقالة رئيسة الحكومة. ضيفي في الاستوديو فراس أبو هلال رئيس تحرير موقع عربي 21، أهلا بك أستاذ فراس. أهلا بك. لماذا رحلت ليز تراس بعد 45 يوم؟ هناك أسباب مباشرة وأسباب عامة. الأسباب المباشرة هو أن حكومتها ضربت ضربة قوية فيما يتعلق بأهم نقطة في برنامجها وهو البرنامج الاقتصادي. هذا الخطة الاقتصادية قوبلت برفض الشعبي ورفض برلماني، مما أدى إلى إقالة وزير المالية، مع أن الخطة هي خطة مشتركة بين رئيسة الوزراء ووزير المالية. ثم بعد ذلك حصلت عدة مشاكل صغيرة تتعلق بوزراء، وزير أقيل بسبب فضيحة جنسية، وزيرة الداخلية استقالت بسبب مخالفة الكود الوزاري. بشكل عام السبب الأساسي ثم أيضا أمس حصلت مشكلة أخرى في التصويت على مقترح تشريعي قدم من قبل العمال، وأيضا حصل فوضى في تصويت حزب المحافظين. كل هذه الأمور تجمعت وشكلت انطباعا بأن رئيسة الوزراء لا تسيطر على حزبها، غير قادرة على إدارة هذا الحزب، وغير قادرة على إرضاء برلماني الحزب. هذه الأسباب المباشرة. الأسباب غير المباشرة أن بريطانيا الآن مثلها مثل غيرها من دول العالم تعاني من أزمة كبيرة جدا، خصوصا في مجال الاقتصاد، ناتجة عن أسباب عالمية في الأساس، منها الحرب الأوكرانية الروسية، منها تداعيات كورونا، منها مشاكل الطاقة، ومنها الركود العالمي. وبالتالي لم تكن الحكومة الجديدة، حكومة ليز تراس، قادرة على مواجهة كل هذه التحديات، فكانت النتيجة الطبيعية أن ترى. طيب، هل هو من الطبيعي رحيل رئيس حكومة في بريطانيا بعد 45 يوم مع كل هذا الكم من الفشل؟ يعني ده إجراء ديمقراطي طبيعي بيحصل في بريطانيا؟ الإجراء الطبيعي هو أن رئيس الوزراء الذي يرى نفسه بأنه غير قادر على الحكم يستقيل. يعني إذا وجد أنه هذا إجراء طبيعي في بريطانيا، معلش لأن جمهورنا مصري شوية، أنا آسف يعني خلينا نحكي عشان ما نبقاش بنصدمه، بس لا خلينا نحكي شوي عن الوضع في بريطانيا ثم يعني نعكس عن عالمنا العربي ومصر، بما أنه البرنامج عن مصر أساسا. في بريطانيا النظام برلماني، رئيس الوزراء هو من يستطيع أن يحصل على يعني أكثرية ثقة من أكثرية النواب، وهو بالضرورة يكون قائد الحزب الذي لديه أغلبية في البرلمان. إذا وصل أي رئيس وزراء إلى أنه غير قادر على الحصول على أغلبية، إما بسبب عدم حصول حزبه على أغلبية في البرلمان، أو بسبب أنه لا يستطيع إرضاء أو إقناع البرلمانيين الذين يعملون تحت إدارته عمليا، أبناء حزبه يعني، فإنه يستقيل لأنه لا يعود قادرا على الحكم. هذا هو الطبيعي، وهذا جرى مع تيريزا مي مثلا في السنوات الأخيرة، مع
بوريس جونسون، قبل ذلك جرى مع توني بلير بعد حكم 10 سنوات، حتى تشرشل، يعني كل او كثير من رؤساء الوزراء تعرضوا لذلك. هذا الاجراء في في دوله ديمقراطيه. بس نقطه واحده عن 45 يوم، هذه حاله نادره، هذه اقصر فترة حكم لرئيس حكومة في التاريخ البريطاني. طيب هذا الكلام عمرو أديب كان بيكلم في الأول، كان بيقول إنه جماعة عادي غلطت وعملت سياسة فاشلة وبعدين تراجعت. إيه اللي هيحصل لو إحنا عملنا سياسة فاشلة وتراجعنا عنها؟ شوف بقى الناس هتقول إيه. طالما في مقارنة مع مصر فياريت تقارن، يعني نقارن الوضع مع مصر دلوقتي في اللي بيحصل. هو يعني أول شيء نصيحة للإعلاميين في مصر أو في غيرها من الدول الاستبدادية، إنه ما يعملوا مقارنة، لأنه حينما يبدأوا يعملوا مقارنات فالناس بتصير تفكر في المقارنات بطريقة عقلانية. يعني حينما يتحدث على أن من يتراجع عن شيء يعني شيء عادي، هذا يحدث في مثلا خلال فترة الحكم التي تمتد لأربع أو خمس سنوات، تحصل مرة أو مرتين. يعني على فكرة رئيسة الوزراء سميت، أطلقوا عليها اسم أظن I am sorry Prime Minister. Prime Minister ليش؟ لأنها ظلت تعمل خطة ثم تتراجع عنها وتعتذر. طبعا مبدأ الاعتذار مش موجود أصلا في لا في مصر ولا في غيرها من الدول التي لا تحكم الديمقراطية. فهذا هذا أولا. ثانيا، رئيس الوزراء اللي بيفشل يرحل، هذا الطبيعي. في نقول لعمر أديب أو لي أي إعلامي مصري يدافع عن الفشل الموجود في مصر أو في أي دولة طبعا من الدول للأسف التي فاشلة أو آيلة للفشل في العالم العربي، أنه الفاشل يجب أن يرحل. لماذا؟ لأنه قد يكون، على فكرة قد يكون رئيس الوزراء هذا أحسن واحد، ولكنه عندما ليس فقط يفشل، عندما لا يستطيع أن يعمل. بمعنى أنه رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون كان لديه خطة، سواء اتفقت معها أو اختلفت، خطة، وكان قويا وحصل على أكبر نتيجة انتخابية منذ يعني على الأقل 4-5 عقود، ومع ذلك رحل لأنه لم يستطيع أن يحكم. لم يستطيع أن يحكم لأنه في النظام الديمقراطي في عملية check and balance، يعني محاسبة ومراجعة وضبط للسلطات. ففي عالمنا العربي في مصر تحديدا، ليس فقط بأن الفاشل لا يرحل، ولكن الفاشل يعيد تكرار الفشل ويغير الدستور ليستمر في حكمه إلى الأبد، وبالتالي المقارنة يعني مش موجودة. يعني زي زي المثل بقول لك لازم تقارن التفاحة بالبرتقالة. فإخواننا المذيعين أو الإعلاميين في مصر الذين يستخدمون بعض الأحداث العالمية لتبرير ما يجري في مصر، نقول لهم يعني الأفضل أن لا تقوموا بهذه الخطوة لأن ليست لصالح. جميل، نرجع لبريطانيا مرة أخرى. من المرشح الأبرز لخلافة ليستراس الآن؟ المرشح الأبرز هو روشي سوناك وبيني موردنت. روشي سوناك كان هو المرشح الثاني بعد المنافس لليستراس، وفشل في التصويت الأعضاء الحزب وليس أعضاء الحزب من البرلمانيين. بيني موردنت لم تصل إلى الدورة النهائية في التصويت القيادي السابق الذي جرى قبل شهرين تقريبا. بيني موردنت مرشحة كبيرة أيضا. هناك مرشحين أعتقد لن يصلوا إلى تحقيق المتطلبات. بوريس جونسون اسمه ترند على تويتر، نعم، وهناك سيناريوهات فليعد بوريس جونسون مرة، نعم، ده وارد دستوريا أو يعني حسب حتى قانون الحزب الذي سيجري الانتخابات ليس هناك ما يمنع. المطلوب هو أن يحصل أن المرشح على 100 ترشيح من النواب. هذا يعني بأن يملك الحزب أكثر من 300، فهذا يعني بأن هناك إمكانية لثلاثة مرشحين. فممكن يكون بيني موردنت و ريشي سوناك وبوريس جونسون. هناك أسماء أخرى أعتقد أنها لن تصل إلى. السؤال الأخير، كير ستارمر أو ستامر بيدعو الانتخابات عامة، هل ده وارد في الأيام القادمة؟ هناك دعوات من جميع قيادات الأحزاب المعارضة من اسكتلندا إلى لندن إلى غيرها من
يعني من المدن يدعون للانتخابات مبكرة. دستوريا مرة أخرى ليس هناك داعي لإجراء انتخابات، لكن إذا لم يستطع حزب المحافظين أن يحصل على قيادة أو رئيس وزراء يستطيع أن يعمل ويدير النواب الحزب ويحصل على ثقتهم خلال الفترة القادمة، ويحصل يعني ويحدث نفس الاختلالات التي حصلت في فترة تيريزا مي وبوريس جونسون وليز تراس، أعتقد بأنهم سيضطروا لإجراء انتخابات. شكرا جزيلا فراس أبو لين، رئيس تحرير موقع عربي 21، كنت ضيفي في الاستوديو. أنا آسف، قد تبدو الفقرة أنها بنتكلم عن عالم موازي، لكن أنا قلت في مقدمة الحلقة أنا نصف عايش في بريطانيا والنصف الآخر في مصر. بعد الفاصل بنتكلم عن النص الثاني اللي في مصر، دعوات مظاهرات 11-11 ليه الإعلام بيهاجمها بهذا الشكل؟ ده السؤال، هسمع إجاباتكم واتصالاتكم بعد فاصل قصير، تابعونا.